نص ساعة وبنكون إن شاء الله على معبر رفح. أسعد لحظات حياتي. تترى لقد فعلناها من جنوب الأردن إلى قلب غزة. ادعوا لنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثة على الطاولة. هون 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 يا يا جماعة الخير قاعدين بيعزمونا على الأكل. إخواني على مين جايين ممكن؟ مين جايين ممكن؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثة على الطاولة. هون 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 تقريبا نطحت الراس حيطلع قدامير تامر عنا في غزة.